في الواقع ليس ثلاث جبهات، يعني هذا على المستوى المؤسسي والتقارير المخابراتية الحوثية يقولون أن ثلاث جبهات فتحت حوله. الواقع جبهات من كل مكان، هناك جبهات صامتة لا تستطيع أن تتنبأ بها، وهناك التحركات التي تحدث. هناك حياة أكبر من الموت. السلطة الحوثية معزولة عن الشعب، حتى أنها لا تراه إطلاقا، لا ترى أحدا غير نفسها. هناك سلطة منكمشة على ذاتها وتعتقد أنها مسيطرة وتدفعها مخاوفها بدلا من أن يعني تنظر بعين العقلانية. هناك احتجاجات، مثلا نقابات الموظفين يطالبون برواتبهم. السلطة لا يمكنها أن تفكر بأي إجراء عقلاني إطلاقا، تخوض مسار سلام وهمي، وفي نفس الوقت تشتغل بنفس الآلية التي اشتغلت عليها في السنة الأولى للحرب. سلطة جنونية، يعني الحياة صارت أكبر من الموت بقليل. هل تعتقدون أن الدبابات التي يكدسونها يمكنها أن ترعب الناس؟ الناس يعيشون حالة من التمزق، المجتمع يتحلل بالفعل، وهذه ليست مبالغة إطلاقا. يعني أنت تحكم في صنعاء 7 مليون، ما يقارب 7 مليون، ناهيك عن ملايين الذين تحكمهم في المناطق الأخرى والمحافظات الأخرى. هي أسوأ واقع المحافظات الأخرى، أسوأ من صنعاء بكثير. أنت الآن كل مبرراتك في حصار الشعب انتهت، ما الذي تحمله للناس؟ مزيد من القمع. حتى إذا عدت بك إلى النقطة السابقة فيما يخص حزب المجتمع، هم الآن ينظروا إلى البؤس الذي تعيشه السلطة، بدلا من أن تواجه الجبهات التي فتحت والتي يتحدث عنها التقرير، حتى تقريرهم تلقى إلى قول أن أبو راس لديه تواصلات مع الخارج. أنا أدعو أبو راس إلى أن يعلن الاحتجاج والقعود في بيته ويترك الأمر للشارع. اللعب مع هذه السلطة لعب صفري جدا للغاية، لا يوجد أي مساحة لأحد إطلاقا، لا لنقابات المهن ولا حتى الذين يحتجون ضد إصدار السلطة قابلين بكم. هناك من يقول يعني يا حوثيون نحن لا نستطيع أن نواجهكم عسكريا، النقابات والمؤسسات المدنية ما تبقى منها، أعطونا مزيد يعني قليل من الحقوق، ما يقيم حياتنا. السلطة لا تصغي لأحد، لديهم وعي خطير، وعي مطلق على أنهم يعني كل من يفتح فمه بكلمة، كل من يحتج قليلا أو كثيرا هذا مشبوه. الوعي وعي مخيف للغاية. ليس علينا أن نخفض درجة وعينا ببشاعة هذه الجماعة وبأنها سلطة وهناك احتجاجات عليها. هناك عصابة تحكم ولا تصغي لأي صوت، ويعني مصممة بنفس العنف وبنفس درجة الإصرار والعزيمة، ولديها وقاحة تاريخية غريبة. المجتمع سيتدبر طرقه في التعامل مع هذه الجماعة بالتدريج كل فترة تتخلخل سلطة هذه الجماعة. نعم. ويقولون أن سلطة الميليشيا تتوهم الصمود حتى الربع الساعة، حتى الربع الأخير من الساعة الأخيرة من حياتها ثم تسقط إلى الأبد.